أخبار المهرية باختصار. صواعق رعدية تودي بحياة أم وابنتها وتصيب ثلاثة آخرين في مناطق متفرقة بمحافظة المحويت. الحوادث وقعت في قرى الجمايم والغربي الأسفل وألحقت أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين. العثور على جثة موظف وجد مشنوقا بداخل شقته في العاصمة المؤقتة عدن. الشاب انتقل إلى المدينة مؤخرا وقام باستئجار الشقة بغرض الاستقرار مع أسرته. حشود كبيرة من قبائل الصبيحة تعلن تأييدها واصطفافها مع المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية. الحشود باركت للشيخ عبد الرقيب البكيري تعيينه نائبا لرئيس المجلس تشريفا لدوره في مقاومة الانقلاب الحوثي. تقارير صحفية تقول إن البرازيلي نيمار دي سيلفا أبلغ باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل. التقارير قالت إن مدرب نادي تشيلسي رفض أي مفاوضات مع نيمار بالتزامن مع تردد الحديث عن انتقاله للدوري الإنجليزي. رصد زيادة هائلة في هجمات انتحال الهوية بنسبة 583%، ما يضاعف من أثر الجرائم الإلكترونية في العالم. الإحصائية أشارت إلى تضمن الجرائم إساءة في استخدام الحسابات الفعالة بعد الاستحواذ عليها. إلى اللقاء باختصار آخر.